انت متأكد يا يوسف ان الموضوع ده مضمون؟ مضمون، ما تخافيش، احنا عملنا كل حاجة. اتي ربنا يستر. خد يا عم سالم الصورة ايه، فرج نور وفرج الناس كلها. اه بس دي صورة، انت عايز الاصل ليه؟ مش انا اللي بعوز ده، الاسم. اسم؟ اسم ليه يا عم سالم؟ اسم البوليس، ده القانون، انا ما جبتش حاجه من عندي. ايوه بس انا كنت فاكر الموضوع ودي، وانت ما قلتليش هنعمل حسابي. طب وايه العمل دلوقتي؟ بص يا عم سالم، انا هقول لك الحقيقه، البنت اللي معايا جوه دي مش مراتي، بس اقسم بالله العظيم ورحمه امي ما في حاجه بيني وبينها من اللي في دماغك. كل الحكايه ان احنا هربانين من الناس، ولو عرفوا مكاننا هيقتلوا. انا مش عاوز مشاكل، الله يرضى عليك يا عم يوسف. مشاكل فين يا عم سالم؟ ما احنا من ساعه ما جينا لا حد سمع صوتنا ولا عملنا مشاكل. وبعدين انت مش قلت لنا زي نور ابنك ترضى ابنك يبقى في مشكله زي دي وتسيبه؟ خد يا عم، خد خد بقى عشان خاطري ما تكسفنيش. ماشي، ده بس عشان انت محترم. نهارك ابيض يا عم سالم. انت يا بنتي من ساعه ما خرجتي وانا مش عاوز اتكلم معاك في حاجه، قلت اسيبك براحتك لما تيجي انت تتكلمي، بس في موضوع مهم لازم اكلمك فيه. خير يا عم تحسين؟ في ايه؟ انا بنتي جايلك وصعبان عليا وقفتك لوحدك، خصوصا بعد ما غلبتي مع الواد اللي اسمه رضا. رضا؟ ايوه رضا. انا عاوز اقول لك ان انتوا ليكوا عنده 200,000 جنيه. بتوع ايه دول؟ دول سلام الله يرحمه كان مسلفهم له بخصوص موضوع سفر. اكيد لما ربنا يفتحها عليه يرجعها. اكيد، بس يعني اللي انا عاوز اقوله لك ان انت من حقك تطلبي فلوسك في اي وقت. معلش يا عم تحسين، انا دلوقتي الحمد لله مش محتاجه لحد. لا غلط، غلط يا بنتي انك تفكري كده. انت اذا كنت غلطتي فانت خدت جزائك، فحرام بقى تسيبيهم يرهبوكي ويقلبوكي يستحلوا شقائك بالحرام. مش هيحصل، بس كل شيء بأوانه. عامل لك كبده تتعشى؟ عايزنا بقى تقيله؟ قول له روحك. يوه وتصبري شويه بقى يا عم، مش عايز تسيح هنا. الله، انت مذنبني جنبك بقالي ساعتين، انا زهقت. ياما زهقت من ايه؟ ده انا معيدك على كورس السلطانه ذات نفسها. ولا هات ياد رز بلبن، انا الحاجة كاريت. اهلا اهلا، اتفضلي اتفضلي. اهلا. إيه الاستاذه سيدرا يا امه، اخت الاستاذ نعيم، ودي امي الحاجه كاريتا كبيره المنطقه هنا. اهلا يا حاجه، ازيك؟ اهلا يا بنتي، انا سامع عنك كل خير انت واخواتك. بس الحاجه كاريتا يعني مبسوطه باللي عمله الاستاذ نعيم والاستاذ شمس هنا في الحته. ربنا يخليكي يا حاجه، تسلمي لي. ايه الحاجه يعني كانت عايزه تقول لك حاجه كده بس مكسوفه. يعني يا ريت تشرفينا وتنورينا في البيت، هو قريب هنا لازق. اعمل لك بقى كسكسي بلدي عمرك ما اكلتيه قبل كده، انت بتحبيه؟ اه طبعا، فرصة تانية إن شاء الله. طب ازاي يعني؟ مش عارف يا أمه، حمامة محشية وقعت في بق بولدوج جعان. ابنك سوف تلهو به الحياة. اخواتي، ابن حبيبي يا اختي، ابن حبيبي. تجنن. بص يا أمه، دي بتاكل موز باللبن بس. انت ايه اللي صحاك يا جابر؟ خش يلا كمل نومك. خلاص صحيت، انا وصلك. اسمع الكلام، خش كمل نومك، ويوم الجمعه ان شاء الله ابقى ساعدني. خلاص صحيت، اقعد. عشر دي عشر يا حبيبي. أنا خلاص قررت، أنا هسيب الشقة وأروح أقعد عند واحدة قريبة لبنى.
وده اخر كلام عندك. لا اله الا الله. تاني يا ضي، بعد كل اللي دفعتيها تعملي كده في 60 داهيه الفلوس دلوقتي؟ انا كل اللي بفكر فيه ان انا مش عايزه مشاكل وبس. انا عايز اعرف فين المشاكل. كل الحكايه ان هو كان بيحكها في قرشين وخلاص خدهم. تقدر تقول لي بقى لما الفلوس اللي معانا تخلص هتعمل ايه؟ تضمن لي هو هيعمل ايه؟ ضي احنا ما بنعملش حاجه غلط. جيب مصحف واحلف لهم عليه وقول لهم ان احنا الاثنين ما لمسناش بعض لما يدخلوا علينا. انا خلاص بقيت مرعوبه ان انا ادخل البيت، ما بقتش عارفه اروح. احنا عارفين من الاول ان احنا نقابل حاجات زي دي، بتكبري المواضيع ليه بقى؟ فعلا انا بكبر المواضيع مش هيك. قوي على فكره. انتوا واقفين هنا كده ليه؟ احنا ساكنين هنا ولسه راجعين دلوقتي. ايه بطيقكم لو سمحتوا. انت عارف انا ليه بخليك تساعدني؟ ليه؟ عشان وانا صغيره قدك كده كنت بقعد مع جدك الله يرحمه وكنت بساعده، بس كمان كنت شاطرة جدا في الدراسة. زيك كده يعني؟ زيك كده يعني، عشان عايزك تبقى راجل وتشيل المسؤولية. هو أنا لو وعدت ضي اللي مش هقول وقلت كده أنا بفتنك. لا يا حبيبي، لو قلت لنا مش هتبقى فتان. طيب بتكلمني على الفيسبوك بتطمن عليكي. هي لسه الفيسبوك بتاعها شغال؟ لا، عملت اكونت جديد. كلمني انا بس من عليه. وانتوا ايه اللي مسهركم لحد دلوقتي يا ضي؟ مفيش، احنا بس كنا في عيد ميلاد واحده صاحبتنا ولسه راجعين. اسمها ايه بقى صاحبتكم دي؟ اسمها لوبي. طب يلا اطلعوا البيت، الوقت متاخر. شكرا.